الكره دور المرمى والكره اماميه وسابع سابع للاتحاد سابع للاتحاد رضا تكر رضا تكر يتقدم في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراه الثاني يسجل رضا تكر المدافع الكبير الهدف السابع للاتحاد قادسية متقدم بهدفين مقابل هدف واحد للاتحاد هذه كرة نور الرائعة هذه صناعة نور ورضا تكر على طول رضا تكر على طول الكرة في المرمى مصطفى